قرار اعتزال مريهان حسين فتح النار على الوسط الفني. تعبت من عدم التقدير، شيلوني من حساباتكم. بدون مقدمات فاجأتنا النهاردة الفنانة الشابة مريهان حسين بقرار اعتزالها الفن والسوشيال ميديا نهائيا، وسط ذهول من جمهورها وانتقادات لازعة جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وما بين تعاطف وما بين سخرية. تعالوا نعرف ايه أسباب القرار المفاجئ ده، وايه علاقة كريم فهمي والشلالية بقرار الاعتزال. القصة بدأت لما نشرت مريهان حسين خبر اعتزالها بخاصيه الستوري على حسابها على الانستجرام، وقررت تعلن الأسباب برسائل واضحة فتحت النار على الوسط الفني كله، وقالت: بعد ما قدمت أدوار كتير مش شبهي ولا شبه موهبتي ولا بتستغل أدواتي كفنانة ممثلة محترفة، ودخلت ورش تمثيل كتير وعدتها بتفوق، وبملك القدرة على التقليد بالأداء والصوت والشكل والهيئة والملامح، وبرسمها على وشي بالمكياج والشعر من غير مساعدة من حد وبنفسي بس وبأبسط الإمكانيات، كمان بصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي علشان أعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور اللي بشوفه في الشارع والمول وكل مكان، وبيقول لي: أنتي مظلومة، والله إحنا نفسنا نشوفك في أعمال أكتر مناسبة لموهبتك الكبيرة، ده غير أني بملك صوت حلو وبغني، لكني تعبت وسط مصالح وشلالية وموضة ومين اتجوز مين ومين مصاحب مين، مش مين شاطر وموهوب. أجازة مفتوحة من السوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات، مش هكون موجودة، لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا أصحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل. والزمان اللي أنا عشته لغيري أنا دلوقتي هعيشه لنفسي، واللي بيحبوني شكرا وكتر خيركم، واللي ما بيحبونيش شلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظلمة دي تاني. سلام. تعبت وأشعر بعدم التقدير الشخصي، تعبت لذلك أعتزل. وكان رد فعل رواد السوشيال ميديا هجوم صعب جدا وغريب زي ضرب النار. أول تعليق على الخبر اتكتب قال: نهاية الرخص إن الكل يعرف إنك رخيصة وملكيش لازمة، والانتقدها بكلام شديد وقال: انتي قدمتي ايه اصلا عشان تقرري الاعتزال؟ احنا كل اللي فاكرينه ليكي مشهد في فيلم عمر وسلمى. وتغريدة تانية اتكتب فيها: بصراحة بتبقي ريحتينا وهترتاحي وتشوفي عريس مرتاح يصرف عليكي. واللي قال بسخرية: طب ممكن تمثلي الاول وبعدين تفكري في الاعتزال؟ ونزلت التعليقات والتريقة ترف على اعتزالها الفن، غير اللي علق بصور زغريت. ووسط كل الانتقادات الصعبة دي ظهر الفانز بتوع مريهان يدفعوا عنها ويشجعوها تتراجع عن القرار. فكتبت واحدة من جمهورها تعليق قالت فيه: عايز أقولك انتي نجحتي، اننا بنحبك ونقدر فنك، بقولها بلسان صريح، انتي افضل ممثلة من جيلك، انتي اشطر ممثلة، انتي مكانك صف اول، والممثلات اللي خدوا مكانك هم صف اول من ورا، كوني واثقة انك نجحتي. مريهان حسين انت الفنانة الصح في المكان الغلط، موهبة كبيرة في ساحة فقيرة، بنحبك جمهورك. وكتب مغرد تاني على تويتر: بسبب الشلالية والوسائط مريهان ما خدتش فرصتها وضيقوها عليها لحد ما احبطوها. مش بس كده، تتعاطف معاها الفنان كريم فهمي وحس بالحالة النفسية والاحباط اللي فيه، واتضايق جدا من الانتقادات اللي جات لها على قرار اعتزالها، ودعمها بتغريدة كتب فيها: ممثلة قررت الاعتزال نتيجة إحباط أو أي شيء ما، بعض الناس على السوشيال ميديا استظراف وإفيهات عليها وقرف ومفيش احترام لمشاعر حد، الإفيه أغلى من الإنسانية، انتوا وحشين وحشين قوي. وانتوا إيه رأيكم في قرار اعتزال مريهان حسين؟ تتمسك بيه ولا تتراجع عنه؟